ده عايز يكسب فلوس وهو نايم، فاهم ان الحكاية سهلة زي ما طلع ولاقاها. معنى ان نوح وصل لك يعني هو مستموت على الورق ده ومستعد يعمل اي حاجة عشان يوصل له، حتى لو كانت الحاجة دي انه يصفي العطارين كلهم. الدرجة دي واكتر يا فتحي، الورق ده اصله لو وقع تحت ايدين نوح ممكن يكسب بيه بنط كبير قوي عند الشركة، بس هو بقى عايز يكسب البنط ده على حساب انا. ما تاخذنيش يا سيدي، الورق ده فيه ايه بالظبط؟ الورق ده رايق، يخص الشركة وشبكة تعاملاتها الغير شرعية في الشرق الأوسط كله، يعني في لستة كده بأسماء أصحاب رؤوس الأموال الحقيقيين. تخيل انت بقى فتحي، دول ممكن يطلعوا مين؟ الورق ده كان وقع في ايدين زين من زمان، ومفيش منه غير نسخة وحيدة، وده اللي مخلي الشركة ما تقربش للعطارين، لأن الورق ده لو ظهر في أزمات دولية ممكن تحصل، في حروب ممكن تقوم. يا نهار اسود، طب ناوي تعمل ايه؟ ناوي استعد لنوح، وزي ما هيلعب هلعب، ولو اختار يلعب بالسلاح هلعبه بالسلاح اللي اكبر منه. هانت يا بابا، كلها جلسة ولا اتنين وهتخرج بالسلامة. لا انا زهقت من قعدة هنا، مش قادر اطول اكتر من كده، لازم اخرج عشان كل حاجة ترجع زي ما كانت. يا سيف بيه، زي ما رودي هانم قالت لك كده، خلاص هانت كلها كام جلسة ان شاء الله وتخرج بالسلامة. انا بس عايز اقول لك ان الدنيا برا اتغيرت خالص. اتغيرت ازاي يعني؟ والله يا سيف بيه اخبار ما تطمنش. نوح دلوقتي مسيطر على السوق كله، مفيش حتة سلاح واحدة بس بتتباع في البلد غير من بضاعته. ده غير انه مقدم نفسه قدام الناس بصورة رجل اعمال ناجي وحيد. يا عشان انا بس جوه السجن، لكن لما اخرج برا هنرجع زي الاول. خير يا سيف بيه ان شاء الله. عموما كل المحامين طمنونا، والورق كله متستف وكل حاجة هتبقى تمام بإذن الله. أدينا مستنيين. وبعدين يا يحيى، أنت تقريبا ما بتنامش، ده انتحار مش شغل. يحيى. إيه يا حبيبتي معاكي؟ معايا إيه بس؟ قولي مالك؟ على فكرة ممكن أساعدك، انا بزنس وومن شاطر قوي. ما هي مش مشكله، وعايزه حل رهام. الوضع اتفرض علينا ولازم نتعامل معاه. العيله بتمر بأزمة ماديه كبيره قوي، شكلها معقد. طمن يا يحيى، ما تشيلش هم، فلوسي هي فلوسك. المشكله مش فيا، المشكله في اخواتي، ولاد جيهان هانم ولاد الأكابر مش واخدين على المرمطة. من الناحية التانية عز واليتيم فاكرين إن هما يمدوا إيديهم ويغرفوا فلوس. إخواتك إخواتي. هقولي بقى ممكن أساعدك إزاي؟ جرب. رغم إن عارف إنك تربيت قصور وشوكة وسكينة، بس عارف إنك جدعة وتسدي. تسلميلي يا ران، بس العطارين مش قصر وعيلة وشوية اخوات، دي شركات وتجارة وبيوت مفتوحة وسمعة وهم كبير اوي. هتعدي ان شاء الله. وانا واثقة انك قدها، بس المهم دلوقتي ترتاح شوية، النهار قرب يطلع. حاضر. ايش بجد يا رجاله، انا مش قادر اوصف لكم انا قد ايه فرحان بالدار واللي عملناه فيها.
بس فرحتي بيكوا اكبر، عشان لولاكم عمر ما كانت الدار هتوصل للشكل ده. احنا كنا زمان مدفونين في الشر، لكن دلوقتي زي ما انتم شايفين بنزرع الخير، وان شاء الله هنحصده فينا وفي ولادنا من بعدنا. شكرا يا رجاله، انا فخور ان منكم عزوتي وعيلتي. احنا اللي منك يا عزيز، وانت طول عمرك ظهر وسند لينا. احنا كلنا بنحبك يا عزيز وفرحانين بيك. كل اللي عملته في الدار انت اللي دلتنا على طريق الخير يا عزيز، وهنفضل نعمر في الدار دي لحد ما نموت. هو ده العاشق مع عبيده. احنا لازم يا رجاله كلنا نبقى على قلب واحد، نبقى في ظهر بعض عشان محدش يدخل ما بيننا. خلونا نفكر في حاجه واحده بس، ان احنا نفضل ايد واحده. طول ما بنفكر في القديمه نفتكر حاجات وحشه، بلاش منها. طيب لو مسامح بقى عم عزيز، ممكن تسمح لنا بفسحه؟ فسحه عبيده تيجي منك انت؟ في شغل؟ بس ماشي، مسموح بالفسحه، بس بعد ما تقفلوا الشغل. ومش الكل، هتقسموا نفسكم مجموعتين، مجموعه تخرج والباقي يستنى، وبعد كده يبدلوا. اللي هيخرج الاول بقى يجيب لي زلابيا. بس كده يا عم عزيز؟ يا ده احلى زلابيا، الاحلى عزيز في الدنيا. يا عزيز يا عسل انت. طب يلا يلا يلا. ازيك يا علي؟ توحشتك يا راجل. وانا كمان اتوحشتكم قوي والله يا عائشه. كيفك وكيف النجع وفارس عامل ايه؟ كلنا بخير. مش ناوي تيجي تزورنا؟ ناوي ان شاء الله، هخلص شويه مشاغل عندي واجيب سلمى واجي على طول. طب انا عايزاك تيجي في اسرع وقت ومن غير سلمى. خير يا عائشه؟ حياه هنا يا علي. حياه؟ تعمل ايه عندك؟ عائشه لو محتاجه فلوس اديها ومشيها، وفهميها اني مش عايز اشوف وشها تاني. اهدى بس يا علي. لا مش ههدى، وفهميها ان اللي بيني وبينها خلص هناك على الشط. لا يا علي ما انتهاش، حياه شايله في بطنها حته منك. ايه اللي انت بتقوليه ده يا عائشه؟ يعني حياه حبله يا علي. معك يا حاج يا عائشه. طبعا لازم اجي قريب ان شاء الله. انا ابويا كمان بقالي كتير ما زرتوش، هاجي واجرار الفتحه واشوفكم بالمره. يلا سلام. ايه يا حبيبي في حاجه؟ لا مفيش، كنت اروح النجع صد رد كده. ماشي، انا اصلا كنت عايز اروح من زمان. تروحي فين؟ قصدي يعني هنروح، بس انا يعني لما نروح نقعد يومين هناك هبقى اخدك معايا، بس المره دي مش هينفع. ماشي. طب تحب احضر لك حاجه؟ لا رايح صد رد، مش هاخد معايا حاجه كمان. بسمه حبيبتي، جبت لك كل الحاجات اللي انت طلبتيها، وجبت كمان الشوكولاته الكريم وشوكولاته شاهد عشان الاثنين ما تخنوش مع بعض. ربنا يخليك ليهم يا حبيبي وتسعدهم طول العمر يا